مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، نتواصل معكم في انطلاقة شوط الختام، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه شوط الختام الخاص هنا بالزمول المهجنات الأصايل لأيضا أصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع هذه المسيرة ونتابع هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء الجميل. مشاهدينا الكرام، إذا نسير هنا بهذا الانطلاق، نسير بالتحدي، نسير بالإثارة، نسير هنا بصدارة هذا الشوط والانطلاق والتحدي الجميل، ويأتينا ما يهاب على الصدارة وعلى المركز الأول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن علي بن واس على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني والمنطلق هنا سلهود لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في تضميرة، ويأتينا الكايد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم السيل بن مبارك بن مرخان في التضميرة، هناك شاب من ينطلق على المركز الرابع لهجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير ومليح، من يأتينا على المركز الخامس لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد النعيمي بقيادة هنا المضمر خليفة بن سالم بن راشد الطنيجي لهذا الأداء الجميل، بينما المركز السادس الجوكر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر نابت بن سلطان بن رشيد لقتبي، من يأتينا على المركز السادس. وفي المركز السابع الذيب على سابع المراكز من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من ينطلق على المركز السابع، بينما المركز الثامن والتواجد من الرصاصي لسمو الشيخ راشد بن سعود بن أحمد المعلى، من ينطلق بالرصاصي بهذا الأداء الجميل سالم بن خلفان بالشاوي لغفلي، وعلى المركز التاسع والمنطلق هنا شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي السيل بن سالم بن السيل العامري في تضميرة، وعلى المركز العاشر منور سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل هيان، والقيادة هنا لسعيد بن مبارك بن سالم نوهيبي، من ينطلق بالتحدي والإثارة مع مناور على المركز هنا إذا العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة إلى صدارة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مع سهيل بن مبارك ومرخان نكتبي في تضمير ما يهاب، من يأتينا على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم، هنا القيادة لعبد الله بن علي ابن واس. وفي المركز الخامس مليح، من يأتي على المركز الخامس لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد بن حميد النعيمي، هنا بقيادة المضمر خليفة بن سالم بن راشد الطنيجي الجوكر، من يأتي على المركز في هذه اللحظات هنا السادس لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن
الراهب بن سعود المكتوم بقيادة نابت بن سلطان بن رشيد السويدي والذيب من الجانب الآخر. الذيب هناك المنطلق من الجانب الآخر بهذا التحدي والإثارة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي بهذا الأداء الجميل. هنا وصول من مناور يناور أيضا كي ينضم إلى ركب المقدمة بهذا الانطلاق الجميل هنا على ثامن المراكز سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان بقيادة سعيد بن مبارك بن سالم لوهيبي والرصاصي من الجانب الآخر تاسعا لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى سالم بن خلفان بن شاول الغفلي في تضميرة. وعلى المركز العاشر يأتينا شاهين لسمو الشيخ هنا أيضا محمد بن خالد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري في تضميره. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك ثنائية العاصفة، ثنائية العاصفة تنطلق بهذه اللحظات. يا سلام إشهاب، وهنا أيضا الذيب بهذا الانطلاق الجميل من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. سمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد بن حميد النعيمي بقيادة المضمر هنا سادس المراكز مناور على المركز السادس لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. هنا سعيد بن مبارك بن سالم لهيبي في تضمير من ينطلق بهذا الأداء هو التحدي. المركز السابع الكايد على المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة السهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي. وعلى المركز الثامن هناك صغار في المركز الثامن لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي السهيل بن سالم بن السهيل العامري في تضميره. المركز التاسع سلهود لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي هنا بهذا الانطلاق سالم بن علي بن مخيت مسافري في تضميره. وعلى المركز العاشر الرصاصي وترقبوه ايضا بادائه الجميل لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى سالم بن خلفان بن شاول غفلي في تضميره من ينطلق على عاشر المراكز. هذه هي النتيجه، غادرنا الثلاثه كيلومترات غادرنا لوحه الثلاثه وحزام الغابات باتجاهنا الى المنعطف الاخير في هذا المضمار بهذا الانطلاق الجميل هو الصدارة مع إشهاب من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. إشهاب من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هنا الذيب في المركز الثاني. هنا مشاهدينا الكرام الذيب لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير ومليح من يأتي على المركز الثالث. مليح لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد بن حميد النعيمي بقيادة المضمر هنا خليفة بن سالم بن راشد الطنيجي مناور من الجانب الآخر لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك بن سالم لهيبي في تضميره. وعلى المركز الخامس هنا في هذه اللحظات يا سلام ما يهاب على المركز الخامس.
المجلس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة عبد الله بن علي أبو نواس ونشوان قادم، نشوان قادم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة مطر بن سيف بن لحج الهايري. هناك أيضا الوصول من شاهين، شاهين قادم لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، ومن الجانب الآخر شاهين صغان لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي أيضا مع السهيل بن سالم بن السهيل العمري. بهذا الانطلاق الجميل نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هنا الصدارة مع شاب، الشاب على صدارة، الذيب على المركز الثاني. من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الانطلاق الثنائي، انطلاق ثنائي. هنا نشوان قادم، نشوان قادم بهذه الانطلاقة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، مطر بن سيف بن لاحج الهايري في تضمير من ينطلق على المركز الثالث، بينما المركز الرابع مناور، مناور في المركز الرابع يبغي المناورة، يبغي التحدي، يبغي الإثارة. مناور لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك هنا الوهيبي في التضمير بهذا الانطلاق الجميل. يا سلام، هناك من الجانب الآخر، من الجانب الآخر شاهين المنطق اسمه الشيخ محمد بن خالد القاسمي، السهيل بن سالم بن السهيل العامري في التضمير. وصل الرصاصي، وصل الرصاصي وانضم إلى المركز الخامس في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى سالم بن خلفان الشاوي نغفلي في تضميره. ولكن نعود، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الشوب والذيب هناك بالانطلاق والتحدي، ينضم إليهن هنا في هذه اللحظات نشوان ما شاء الله، مناور كذلك قادم. تحديات جميلة، تحديات رائعة. روح، روح يا ابو راشد، روح، روح هنا يا سعيد، يا ابو راشد يا دعويتي، خلنا بنتابع المراكز الاوليه، خلنا بنتابع هنا بهذا الانطلاق اشهاب وهنا الذيب. ما شاء الله التحديات جميله، اشهاب والذيب هنا على صداره، على المقدمه، على المركزين الاول والثاني. اجنا العاصفه بقياده حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وهنا نشوان قادم، نشوان قادم، نشوان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم، مطر بن سيف بن لاحج الهايري في تضميره بهذه الانطلاقه. الله الله التحديات الجميله، التحديات. الله شهاب، اشهاب، اشهاب، وهنا الذيب، اشهاب والذيب، اشهاب والذيب، وهنا نشوان. الله، او الذيب، او الذيب على الصداره، الذيب، او الذيب هنا على المقدمه، على المركز الاول في هذا الاداء الجميل. تهانينا، تهانينا لهجن العاصفه على فوز الذيب بالمركز الاول، تهانينا على هذا الاداء الجميل ولحظه وصوله الى خط النهايه المركز الثاني. كذلك هناك ايضا مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق والتحدي والاثاره. اذا اشهاب على المقدمه، الذيب على المركز الثاني من هجن العاصفه، هات الواثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير، شوار في المركز الثالث. هذا الانطلاق الجميل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن المكتوم، المركز الرابع الرصاصي لسمو الشيخ راهب بن سعود المعلى، المركز الخامس وصل مناور سمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف آل نهيان. هذه هي النتيجه للمراكز الخمسه الاولى والتوقيت الزمني للمراكز هنا الثلاثه الاولى. واستطاع شهاب ان يعلن الفوز، يعلن الناموس هذا الانطلاق الجميل. تهانينا لهجن العاصفه على هذا الاداء في التحديد 49 ثانيه، سبعه من الاجزاء من الثانيه هو التوقيت الزمني. تهانينا وناموس لهجن العاصفه والواثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان من نصيب الذيب بثلاثة دقيقة 51 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا أيضا للعاصفة وهجنها هنا، وللواثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير نشوان من أتى على المركز الثالث بهذه الانطلاقة ب13 دقيقة 51 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، تهانينا لمطر بن سويب اللاحق الهايري، تهانينا للجميع. عشنا مشاهدينا.